الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحن قلوبهم لنبيه فمن عظيم شأنه لم تحيه فأشربت معنى ضمير شاني فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أوصاح الخلائق محمد والآل والأصحاب والأطفال القرآن بالإعراب وبعد فاعلم أنه لم اقتصر جل الورى على الكلام المختصر نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي وقد حلقت منهما عن رقنا وزدت فوائدا بالغنى والكلمة اللفظ المفيد المفرد باسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا فكن وقد وإن زيدا ارتقى تقديرا أو لوظا لعامل علم أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جسم وجر والكل غير الجسم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخوض امتنع وسائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة